طبعا سوف اتابع هذا الموضوع مشاهدينا مع ضيفي في الاستوديو الدكتور بدر البدر الرئيس التنفيذي لشركه دور للضيافه. دكتور بدر اهلا ومرحبا بك. اذا خسائر في الربع الرابع وتراجع في ارباح السنويه لعام 2014، كيف نفسر هذه النتائج؟ شركة دور للضيافة هي شركة سعودية رائدة في تطوير وتشغيل الفنادق في المملكة، تركز بشكل كبير على الفنادق والعقارات المتخصصة. نزلت الأرباح في هذا الربع وهذه السنة، ولكن على مدار سنوي ارتفعت إيرادات الشركة الإجمالية 11%. نفسر هذا الانخفاض غير المتكرر بتسوية دفترية في إغلاق قطاع الترفيه، حيث أن أعلننا استراتيجيتنا الجديدة والتي دعتنا للخروج من قطاع الترفيه، وبالتالي عملنا ما يسمى بالرايت اوف او تسويه دفتريه، تطلب منا الغاء 50 مليون من دفاترنا، وهذا ما اثر في هذا الربع. ولكن من ناحيه تشغيليه وفي العام هناك نمو في الإيرادات والأرباح لو استبعدنا هذا الأثر، هناك نمو 11% في الإيرادات ونمو حوالي 19% في الأرباح التشغيلية. طيب مع هذه النتائج رح نشوف توزيعات أرباح أم ماذا؟ التوزيعات تعتمد على جانبين، تعتمد على السيولة المتوافرة وعلى الأرباح المبقاة بالإضافة إلى أرباح الفترة. طيب السيولة المتوافرة عندكم أرباح مبقاة؟ لدينا سيولة والله الحمد، والأرباح المبقاة أيضا تسمح، فبالتالي هو قرار لمجلس الإدارة أكيد، ولكن الأدوات متوافرة لدى مجلس الإدارة. طيب نرجع لاستراتيجية الشركة. بنعرف قبل أيام كان هناك موافقة من قبل مجلس الإدارة على الاكتتاب في تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية، ماذا عن هذا الموضوع؟ نحن نركز في قطاع التطوير وتشغيل الفندقي، هذه الشركة في صلب اهتمامنا وصلب عملنا، وهو تطوير وتشغيل فنادق تراثية في المملكة العربية السعودية تحت مظلة هيئة السياحة والآثار في السعودية وبالشراكة مع جهات أخرى متخصصة مثلنا. هدف هذه الشركة لإحياء بعض المواقع التراثية المنتشرة في المملكة وتحويل بعض المباني فيها إلى فنادق، ونحن متخصصون في هذا المجال ونتوقع لهذه الشركة نجاح كبير بإذن الله. نعم، أذهب أيضا إلى مشاريع أخرى مستقبلية، ماذا نتوقع في الفترة القادمة لشركتكم؟ نحن أعلننا في الفترة الماضية استحواذ على أرض أو تخصيص أرض في مدينة الجبيل، وهناك أراضي أخرى نحن الآن ننهي التفاوضات بخلالها. بعد ما نحصل على هذه الأراضي سنقوم بتطوير فنادق 3 و4 نجوم في مناطق المملكة المختلفة كما أعلننا في استراتيجيتنا، وأيضا هناك عدة فنادق تحت البناء الآن وتحت التطوير، من ضمنها فندق ماريوت حي السفارات داخل حي السفارات والذي أعلننا قبل أشهر بسيطة. طب التمويل لهذه المشاريع من أين؟ التمويل هو بتمويل مصرفي إسلامي، لدينا تسهيلات بقيمة 580 مليون ريال، لم نسحب منها إلا حوالي ربعها إلى الآن، وهي متاحة لهذه المشاريع. وبالنسبة للمشاريع القادمة أيضا هناك تفاهم بيننا وبين البنوك للحصول على التمويل. وفي مديونيات على الشركة؟ هي المديونات التي ذكرتها بصفة عامة هي هذه الديون الجديدة، أما بالنسبة للمديونات القديمة نسبتها بسيطة جدا لا تكاد تذكر، حوالي 2% من موجودات الشركة. الدكتور بدر البدر الرئيس التنفيذي لشركة دور للضيافة.